أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صدر العلا نور الهدى كهف الغرام صبح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمطلوب مقصوده والمقصود مدجوده سيد المرسلين والمقصود مدجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين مسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب حبيب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم.